أهلا بكم مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامج لبنان اليوم ومتابعة وقراءة في التطورات السياسية مع ضيفنا المحامي علي الغول. أهلا وسهلا فيك ماتر. تحياتي، يسعد صباحك وصباح الحضور جميعا، ومن خلالك تحية كمان لطرابلس وأهل طرابلس. الله يعزك يا رب. وطرابلس بتوجه تحية عبر تلفزيون لبنان اللي هو التلفزيون الرسمي واللي فعلا رسالته بتكون رسالة شفافية وعادلة وبدون اي قيود، فبتحسي انه وقت اللي بتحضري على تلفزيون لبنان اي موضوع بتحسي بقيمه لبنان بجوهر لبنان. شكرا لك. بدنا نبلش معك بموضوع الحكومه. نعم. كلنا يعني عاقدين املنا على الحكومه العتيده. انقضت مهله العشر ايام من المهله التي حددها الرئيس الفرنسي اسبوعين لتاليف الحكومه. نعم. لم يتبقى الا ايام قليله لغايه اليوم. ما رشح من معلومات ان موضوع يعني حجم الحكومه فقط هو الذي حسم، اما موضوع التمثيل والحقائب وشكل الحكومه اذا اخصائيين او حكومه سياسيه او تكنو سياسيه لم يحسم بعد. برأي حضرتك بالمسار الذي تسلكه عملية التأليف، هل الذهنية السابقة لازالت متحكمة بعملية التأليف أم هناك بالفعل نوع من التغيير؟ بالحقيقة أول شيء نحن بدنا نعلق بموضوع التكليف قبل ما نوصل لموضوع. نعم. التأليف، فموضوع تكليف رئيس حكومة السيد مصطفى أديب فهو كمان شابه للقبل، يعني الحقبة الماضية كانت بتكليف الرئيس حسان دياب، ونحن دفعنا ثمن هالتكليف ورح ندفعه هسه سنوات طويلة، يعني اللي صار بتكليف الرئيس حسان دياب لسبب انه الذهنية والعقلية القديمة بعدها مترنحة حتى اليوم بطريقة التكليف والتأليف. نعم. اللي نحن كنا عم ننتقد بعض الجهات السياسية يلي هي عمالة تفرض بعض الأشخاص أو مرشحين لترأس الحكومة، نحن للأسف كطائفة سنية بدنا نحكي، نحن كمان وقعنا فيه بهالمرة. فنحن لا، بس هالمرة في حاضنة سنية، يعني رئيس الحريري، الرئيس مئاتي. نعم. الرئيس سلام، هلا بالواقع سموا الرئيس المكلف بالواقع، يعني لقاء الرؤساء الحكومات السابقين نحن بتربطنا فيهم صداقة وعلاقة متينة وقوية واحترام وود وحتى مونة وبكل النواحي، ولكن ما حدا إلا ما بيخطئ. نعم. فقط الأنبياء هم معصومون عن الخطأ، يعني فأنا برأيي أنه أخطأوا بطريقة تسمية الرئيس مصطفى أديب يعني بتكليف الحكومة، لسبب أنه أول شيء نحن كطائفة سنية نادي رؤساء الحكومات المفروض يكون في عندك اعتبارات، يعني في فرق بين القيادة ومن قادر على إصدار القرار وإعطاء القرار والشخص اللي هو يتلقى التعليمات. فنحن كمستوى ما فيني أنا أكون أنه رؤساء حكومات إلا بمستوى الرئيس الحص، بمستوى الرئيس الحريري، بمستوى الرئيس تمام سلام، بمستوى الرئيس نجيب مئاتي. نحن هيك أشخاص منكبر فيهم. نعم. عندهم صواب وعندهم خطأ بعقليتهم بذهنيتهم بممارستهم بتياراتهم، في عندهم خفقات وفي عندهم صوابيات، ولكن ما حدا في ينزع عنهم صفة رجل الدولة. نعم. فنحن بحاجة كلبنان لموقع رئاسة الحكومة اللي يجب أن يكون محصنا ويجب أن يكون يمثل الطائفة السنية ومن خلالها حتى يصل إلى الدولة اللبنانية كاملة. يعني برأيك الشخص يعول عليه، فنحن أحد يعني الرؤساء السابقين لازم يكون يتبوأ هذه الحكومة؟ أنا برأيي طبعا، يعني نحن في عنا خيار الرئيس الحريري أو يختار الرئيس تمام سلام. الرئيس تمام سلام مشهود بمناقبيته بشفافيته، دولة الرئيس فؤاد السنيورة اللي هو الرجل العصامي ورجل دولة من الطراز الأول. نحن كطائفة سنية ما بنقبل يكون، يعني أنا برأيي هني أخطأوا وقت مجيء الرئيس حسان دياب بشغلة مهمة، أنه كان المفروض يكون في عنا قرار من رؤساء الحكومات السابقين بالتعاون مع دار الفتوى بالجمهورية اللبنانية إلى الدعوة حتى لأنصار وأبناء الطائفة السنية إلى النزول إلى الشارع ومنع وصول حسان دياب، لأنه نحن ما بنقبل هاي الحكومة، ما بتمثلنا لا رئيسا ولا أعضاء. فنحن هلأ حولنا القصة من أنه نحن قبلنا بحسان دياب ولا على مضض، لأنه نحن نسمي ولكن بذات الأسلوب وذات الطريقة. ولكن الرئيس تمام سلام هو من رفض أن يتبوأ هذا المركز بهذه الظروف. أنا برأيي وقت اللي بيكون في قرار جدي من الرؤساء الحكومات كان حيقبل، هيدي مواضيع إعلامية ليست أكثر ولا أقل.
ثانيا الطريقه اللي هلا منتهجه بالتكليف. نعم الرئيس المكلف ليس بعيدا عن هذا الجو، يعني عمل مع الرئيس المكلف وايضا مقرب من الرئيس الحالي، مقرب يعني هو كان يعني يعني عذرا بالكلمه هو كان مستشار عند رئيس حكومه. ما في يعمل نعم. رئيس حكومه يعني الرئيس الحكومه المفروض يكون عنده معطيات كثير اكبر، عنده علاقات كثير اوسع، عنده علاقات مع الدول الخارجيه. يعني مثلا نحن عندنا بدنا نكون صريحين، في عندنا دور المملكة العربية السعودية بلبنان هو دور الرئيس، ونحن عم نشوفه هلا مختفي. نعم. المملكة العربية السعودية لطالما قدمت للبنان على الصعيد الإعمار والإنماء والتعليم والثقافة والبناء وعلى كل هالحقبة الماضية كان لها دور كتير كبير. نعم. نحن هلا عم نشوفه مفقود. ليش؟ في سبب رئيسي، انه نحن المفروض يكون مد اليد للمملكة حتى نكفي هالمسار سوا. فموضوع التكليف، نرجع موضوع التكليف والتأليف بعد ما زالت ذات الذهنية. يعني أنا هلأ إذا بدي أرجع أقول أنه أنا إذا بدي شكل حكومة بدي أرجع للقيادات، طيب ما أنت في عندك شارع عم يقول أنه نحن هالقيادات أصبحت منا قيادات بنظر الشارع. صار في ثورة 17 تشرين، صار في انفجار 4 آب. يعني نحن هالمواضيع اللي صارت والأحداث اللي صارت كثير لازم ندرسها وناخد منها عبر. المفروض انه يكون مختلفة كليا. يعني انا ما بدي ارجع هلا عند الطائفة الشيعية الكريمة واقول لهم شو اللي بيقول الرئيس بري وشو بيقول السيد حسن نصر الله هو اللي بيكون بالحكومة. ولكن مسيحيا يعني شو بيقول الجنرال النيابية هي تسمي الرئيس المكلف وهذا الفريق يملك الاكثرية النيابية. نحن هلا شو ممكن نعمل؟ شو ممكن نعملنا؟ واي تغيير نحن نصب اليه بنكون وصلنا له اذا كنا هلا عم نقول نحن انه هذا الرئيس يلي هو الحكومه حتكون هيدي حكومه الانقاذ وكذا. طب اذا نفس الاسلوب ونفس الذهنيه، انا وزاره المال ممنوع تكون الا للشيعة، ووزاره الداخليه ممنوع تكون الا للسنه، ووزاره الخارجيه ممنوع تكون الا للموارنه. طب ما بيجوز. نعم. اصلا لبنان نحن بدنا نحكي بهالمجال هيدا انه في عندنا اتفاق طائف. اتفاق الطائف اللي عملته المملكه العربيه السعوديه مع كل القيادات اللبنانيه كان بوقته ضروري وواجب، والحمد لله انقذ لبنان وريحنا من زيول الحرب الاهليه يلي كان في اقتتال بالدوله اللبنانيه. ولكن اليوم نحن قدام خيارين، يا اما بدنا نفوت باتفاق طائف على حقيقته تطبيق. بعده في تطبيق، فعندنا مواد كتير فيها مثل مجلس الشيوخ ومثل الغاء الطائفيه السياسيه مثل المركزيه الاداريه، هيدا كليته ما تطبق. فنحن لازم نروح يا اما على تطبيق اتفاق الطائف بحذافيره عسى انه نحن ننتقل بمرحله انقاذيه للبنان، يا اما نحن بدنا نفوت على مجلس جديد. نحن بحاجه لجمهوريه لبنانيه سلسه. نعم. نحن بحاجه لنظام سياسي جديد لا يقوم على الطائفيه. يعني ولكن اي تغيير لا ينتج الا بعد انتخابات نيابيه مبكره. فلذلك انا كان في اي تغيير. نعم. ضمن الاطر الديمقراطيه. فلذلك انا كنت افضل، ونحن كراي سياسي بنعتبر انه المفروض يكون في حكومه كانت حكومه عندها دور واحد وتكون مدتها قصيرة جدا، إجراء انتخابات نيابية، ومن بعدها بننزل على الشارع حتى نعمل استفتاء نقول للشعب اللبناني أنت شو بدك. نحن بنعمل استفتاء على نظام سياسي جديد يكون غير مبني لا على طائفية ولا على مذهبية. يعني أنا ما معقول دل مكربل البلد كلياته حتى أوصل أنه والله أنا بدي وزير من طائفتي. مع احترامي للقيادات ولرؤساء الأحزاب شيء منه مقبول. المفروض نحن بقى يكون انتخاب رئيس جمهورية وتعيين رئيس حكومة ورئيس مجلس نواب ومجلس نيابة على أسس غير طائفية وغير مذهبية حتى نرجع ننقذ لبنان. أما نحن ندلنا بنفس الطبقة اللي حكمت قبل وما زالت لحديت هلأ بعد بيجي ماكرون والرئيس الفرنسي وغيره أنه بده يرجع يتعامل مع نفس الطبقة. طب ما بيجوز. نعم. ولكن حتى الرئيس ماكرون استبعد موضوع الانتخابات النيابية وحتى اعتبر أنه أي انتخابات بظل القانون الحالي ستأتي بنفس الطبقة مع تغيير طفيف لن يحدث تغيير جذري. أبدا منه مزبوط. أني بس يشيلون إيدهم عن الطبقة الموجودة بلبنان لوحدها رح تضعف ورح تنتهي. ليه؟ لأنه الشعب اللبناني طبعا أنا برأيي الثورة شيء وما يحدث في الشارع شيء آخر. يعني أنا ما عم أقول أنه نحن مع هاي الثورة، يعني هاي ثورة قطع طرقات وثورة تلقي تعليمات من أجهزة استخباراتية داخلية وخارجية نحن ما بتمثل، ولكن في طروحات للثورة نحن ما فينا إلا ما نقبل فيها. نحن بدنا التغيير. يعني نحن بحاجة للتغيير. طب مين بيعمل تغيير إذا الثورة عم تعتبرها ثورة أنه كمان تبعية؟ مين رح يعمل جزء التغيير؟ من الثورة. ما نحن للأسف نحن ما وصلنا لمرحلة أنه يكون في عنا ناس بعد ما عندها قيادة. الثورة ما عندها مجلس قيادي. شو يعني؟ يعني بعد قصها خلينا نقول عفوية وعاطفية وشي شعبي، ولكن عم تروح على قطع طرقات. طيب بدي أسألك سؤال، أنا هلا بدي أقطع الطريق ببلدة بخعوم بالضمنية،
طيب عم ينعم قطعها؟ نعم. او بدي اقطعها بمنطقه العبد بعكار او بدار عمار بالمنيا، طب انا بقطعها على اهلي وعنيسي. فنحن المفروض يكون تنتقل الثوره من حاله وجدانيه عاطفيه وجوديه الى مرحله تكون فعلا تصل الى التغيير وتصبو الى التغيير. نعم. ولكن هذا التغيير يعني هلا مزبوط عم تحكي عن قطع الطرقات والكثير ادانوا موضوع قطع الطرقات طبعا، ولكن بالجوهر بالمبدا في ثوره عندها مطالب. طبعا عندها مطالب ثوره، معقول يكون عندها مطالب الثوره؟ هي بتصنع المطالب، هي بتصنع عندها برنامج. دائما بيقال ما عندها برنامج، عندها برنامج يلي ببلش بالانتخابات النيابيه ما بيمشي الحال بثوره وبحكومه مستقله الا بازاله الطبقه السياسيه الموجوده كامله بانتخابات، تبدا بانتخابات نيابيه ومن ثم الى استفتاء والى تعيين حكومه جديده وتقصير مهله رئيس الجمهوريه وانتخاب رئيس جمهوريه مباشره من قبل الشعب. ما بيمشي الحال. نعم، ولكن ماهر يعني كمان الاحزاب السياسيه نعم. اليوم عندها تمثيل على الارض، كمان ما فيك تلغي تمثيلهم ولا ما بتكون ديمقراطي. نحن ما رح نلغي تمثيلهم، نحن بدنا نتكامل معهم للمرحله الجديده. وثانيا نحن بدنا نحكي بصدق، يعني هالطبقة السياسية الموجودة ورؤساء الأحزاب الموجودين هن قدام خيارات كتير، ولكن مرغمين أنه يتناغموا مع الثورة ومع التغيير ومع ونحن عم نشوف كتير أمور عم تخليهم يضغطوا أنه هن فعلا بدهم يغيروا. ليه؟ لأنه هن بس أنا برأيي أنه يمكن يكون سبق الصيف والعزل، يمكن يكون تأخر الوقت، ولكن هن مدعوين فعلا لثورة هن داخلية حتى يرجعوا يقولوا نحن الفاسد اللي عندنا يجب ان تقطع يده. نعم. السارق اللي عندنا يجب انه والله يدخل على الحبس، لانه نحن ما مقبول نكون انه والله بحزب انا والله بدي احمي ناسي لو كان سارق، ما بيجوز. هيدا مسؤوليه القضاء كمان يلي مسؤوليه القضاء اللبناني، السلطه القضائيه المستقله يلي اليوم نوعا ما القضاء لا يقوم بدوره كما يامل الشعب اللبناني بهذا. نعم. الموضوع نحن بنحترم القضاء كسلطه قضائيه، ولكن على القوي بدنا نحكيها بصدق، يعني هني على قوي. يعني مثلا انا شفت امبارح موقف استدعاء سماحه المفتي السيد علي الامين للتحقيق. طيب نعم. شخص مثل سماحه السيد المفتي علي الامين يلي هو شخص حواري وهو شخص جامع للكل وحوار اديان وعنده فكر، وهذا من هذا الناس اللي نحن مثل الامام محمد مهدي شمس الدين ومثل الامام يعني نعم. هالاشخاص نحن بحاجه لوجودهم. طيب معقول بتمر على قصه نيابه عامة استدعاء سيد مفتي عائل امين؟ فنحن من هالباب انا بقول لك انه نحن كقضاء المفروض انه يكون القضاء مستقل، ما يكون قضاء على الضعيف وهو برعايه ويرعى القوي، ما بيجوز. نعم. نحن في عنا اخبارات صارت كثير، انا برايي انه في اخبار بيتقدم خطيا وفي اخبار انه ما بده شهود. في نحن عندنا مثل هيك قديم بيقولوا شهوده منه فيه. نعم. فهيدا في عندك انت امور واضحه لا لبس فيها، واضحه وجليه لكل الناس، المفروض القضاء يحط ايده عليها. يعني نحن ما مقبول بقى يكون وزير فاسد. وزير رح نحكي يعني عن دور القضاء تحديدا بموضوع القضاء. بموضوع القضاء انا كنت باستراليا، تصوري وزيره قدمت استقالتها لسبب لأنا استعملت شيء تابع للدولة، يعني حجزت لها السكرتيرة تبعتها، ما اسمها تقوم تصير رئيس الحكومة يعني كمان، فالسكرتيرة تبعتها استعملت لها أنه والله حجز سفر على حساب الدولة، وهي لازم تكون على حسابها الشخصي لأنه رايحة. نعم. بزيارة عائلية. كرمال هيك استقالت، رئيس ولاية قدم استقالته كرمال أنه قبل قنينة مشروب معين، كرمال شو أنه والله ما سجلها أنه هو قبل هدية. طيب نحن شو هالوقاحة بالطاقم السياسي الموجود بعنا اللي أكل البلد ومقدراته وإمكانياته وحقوق الناس وحقوق الشعب، وهو بعده عم يقلك أنه أنا بدي دلي موجود. نرجع محورية القضاء، لو في قضاء بالفعل هو نحن لازم نطلق يد القضاء ولازم نشد على إيده، وفي عنا قضاة نزيهين بلبنان ما عندهم انتماء سياسي المفروض نضوي عليهم، والمفروض هني يتسلموا المراكز يلي هي بتكون فاعلة وقادرة تاخد قرار. نحن منحيي كل قاضي شريف. نعم. نزيه ما بيقبل إلا ما يكون عنده وضع حد للفساد وتقطع يد السارق. نعم، رح نحكي عن القضاء ودوره بتحقيقات المرفأ لغاية الآن، ولكن قبل ما أختم موضوع الحكومة في موضوع العقوبات. نعم. اللي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على شخصين يعني هن قياديين كمان بالصف الثاني بحركة أمل وبتيار المردة، وهو المعاون السياسي للرئيس نبيه بري. نعم. بالبيان يلي ردت فيه حركة أمل وأيضا المردة، هل تعتبر أنه رح يأثر هذا الموضوع على تأليف الحكومة، سرعة أو بالعكس يعطل مشاورات التأليف؟
أنا برأيي قرار الخزانة الأمريكية إجا بتوقيت كتير حساس، وأكيد نحن بزمن التأليف يعني أنا برأيي أنه في كتير بعد بين وجهة النظر الأمريكية وجهة النظر الفرنسية لإدارة الملف. نعم. يعني هني سلموا الرئيس الفرنسي تشددوا لين يعني. نعم، وحتى سلموا الرئيس الفرنسي مع أنه عارفين أنه هني ما حينجح بمهمته، سلموه حتى يكون في عندك بس تمرير وقت، بلكي تبادل أدوار يعني العصا والجزرة، وكمان في كمان في تبادل أدوار بس هي لحتى توصل للانتخابات الأمريكية ما أكثر. يعني يمكن أنا بالنسبة لي تقطيع وقت يعني تضيع وقت بس وتقطيع وقت لحتى يوصلوا لانتخابات معينة، لأنه أنا برأيي القرار إجا بوقت، يعني إذا كان ما يشاع عن تشكيل الحكومة وهو جدي، مع أنه أنا أتحدى أنه يكون في عنده قرار رئيس الحكومة يسمي وزراء منه هو شخصيا ما يكونوا تابعين لأحزاب، هيدي أنا بتحدى قدام الشعب اللبناني كله أنه يكون في عنده يقدر يسمي شخص واحد غير منتمي لأحزاب أو غير تم تسميته عن طريق الأحزاب والسلطة الموجودة بلبنان. نعم. فالقرار الخزانة الأمريكية إجا بوقت أنا برأيي عم يوضع عقبة جديدة أمام تشكيل الحكومة. نعم. هلأ نحن كقرار الخزانة الأمريكية المفروض نحن ننظر له من ناحية تانية. أنا ما بدي أنظر مين الشخص يلي اتهم ولا طائفته ولا حزبه، أنا سعيد بقرار الخزانة الأمريكية لسبب أنه نحن المفروض إذا نحن ما قدرنا نحاسب الزعماء اللي كانوا، بتحكي عن نقطة الفساد تحديدا، عن نقطة الفساد. أنا بهمني موضوع الفساد، أنا بالموضوع السياسي إذا عاقبوا حركة أمل ولا لا، أنا برأيي الرئيس بري بيتمتع بأول علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع المجتمع الدولي، فهذا أنا برأيي هذا موضوع منو سياسي. نعم، اسمح لي قبل ما نكفي مرق هالخبر، قبل قليل يعني اندلع حريق بالمرفأ، وفي بيان من الجيش اللبناني توضيحي حول هذا الحريق بأنه حريق بمستودع لأزيون والإطارات بالسوق الحرة، وأنه طوافات الجيش ستشارك بإخماد الحريق، لأنه قبل ما نبلش حلقتنا اندلع هذا الحريق. بموضوع العقوبات رح نكمل، يعني هو وردت هذه العقوبات بإطار قانون مكافحة الإرهاب، ولكن اليوم الإدارة الأمريكية برأيك ما في كمان أهداف سياسية لهذه العقوبات؟ طبيعي، يعني أمريكا منا كاريتاس ومنا مؤسسة عم تشتغل لصالح الشعوب 100%، ما هي عندها مصالحها وعندها أهدافها، ولكن نحن كشعب لبناني بتتقاطع مصالحنا مع مصلحتها أنه بوضع حد للفساد. يعني أنه خلص منه مقبول أنه يكون كل وزير بيجي بيقول أنه أنا هيدا الوزارة ملكي والإدارة العامة لألي، والموظفين المفروض يجوا لحزبي ولا طائفتي ولا لمؤسستي السياسيه اللي بنتمي لها، هذا شيء ما مقبول ابدا. ولكن شو بغير موضوع العقوبات؟ قبل فرضوا عقوبات على انا برايي هي العقوبات هي جزئيه هلا، يعني نحن بنعرف وفي معطيات ومعلومات كثير انه الموضوع لن يطال هاتين الشخصيتين فقط. بل لسه في عندك ناس حتى بالظاهر وبالعلن مش محسوبين على حزب الله. نعم. ولا كانوا ولا مره موقفهم انه هن ينتموا لحزب الله او بيمارسوا التحالف معه، وحنتفاجئ باسماء كثير كبيره بموضوع الفساد. وانا برايي نحن ان شاء الله بيكون خلاص لبنان بادخال هذه الطغمه الحاكمه الفاسده الى السجن واسترجاع الاموال المنهوبه، لانه لبنان جنه يا عمي. نحن ما فينا عم نتقبله انه لبنان يلي هو سويسرا الشرق، لبنان. نعم. يلي هو المنطقة، يعني نحن هلأ سياحتنا عم تنضرب حتى تقوى سياحة إسرائيل. نعم. وتقوى سياحة تركيا وتقوى سياحة العالم كلياته. نحن بلد عنا مكونات كتير مميزة، ولكن نحن عم نساهم بضرب السياحة نحن أكثر من غيرنا، وعم تنحر ابنا. نعم. نحن أهل هالبلد عم نسرقه، ما بيجوز. نعم. ولكن اليوم كمان في البعض بينظر إلى هذه العقوبات على أنها ضغط على الرئيس بري ليقدم تنازل بموضوع الحدود البحرية والترسيم، لأنه كمان بيان كتلة أمل يعني شددت على هذا الموضوع أننا لن نتراجع عن حقوقنا السيادية بمياهنا الإقليمية. هلا ليك، موضوع ترسيم الحدود يعني هو صار تقريبا شبه نهائي ومنجز، يعني وهو بيتضمن كتير أمور، والبيان اللي طلع من حركة أمل بدل أنه هو فعلا تصويب هو لمحل تاني. يعني البيان حركة أمل رئيس بري ما بيحكي عن فراغ، بيحكي عن أمور واقعية وعنده معلومات وفعلا بتكون صائبة بكتير. نعم. أمور، فلذلك نحن قادمين على ترسيم حدود، والترسيم حدود الخطورة وين فيه؟ الخطورة الاعتراف بدولة إسرائيل. نحن ألا يستحق لبنان والشعب اللبناني من الرئيس نبيه بري انه يطرح موضوع مثل موضوع ترسيم الحدود
يلي بيتضمن مخاطر كتير كبيرة من الاعتراف بإسرائيل وترسيم حدود سوريا وهالمواضيع هيدي لحتى يتناقش قدام الشعب اللبناني وياخدوا قرار فيه. نحن المفروض ولكن نحن بحاجة لترسيم الحدود لنقدر كمان طبيعي. الشركات والشركة الفرنسية تنقي بالبلوك التاسع ونقدر نستكمل عملية التنقيب. نحن قدام نار الأمور المجتمع الدولي، يا اما بدنا نواكب المجتمع الدولي لو كان هالشيء اثر علينا بمواضيع معينه، يا اما نحن بدنا نكون بمعزل عن المجتمع الدولي وهذا الشيء بيضر لبنان. فنحن بدنا نشوف اقل الخسائر، بدنا نشوف اهون الشرين حتى نمشي فيه. بس انا برايي ما فينا نكون بمنأى عن المجتمع الدولي وعن القرارات، المفروض نحترم الشرعيه الدوليه ولكن مع الحفاظ على السياده. يعني انا ما فيني يكون انا اطالب بوطن لبناني سيد وحر ومستقل واتلقى الاوامر من ماكرون ومن الرئيس الايراني ومن الرئيس التركي ومن الرئيس ما بعرف مين، ما بيجوز. انا بدي اطالب بسياده وبحريه وباستقلال وطالب بسياده لبنان، المفروض انه انا يكون في عندي تحالفات دوليه، يكون في عندي علاقات قويه وممتازه بالدول، ولكن ما اتلقى اوامر او تعليمات او نفذ اجنده معينه خارجيه. نعم، هل برايك هذه العقوبات شكلت ضربه للمبادره الفرنسيه؟ أنا برأيي المبادرة الفرنسية يعني كانت مثل كأنه عم ترجع تقدم صكوك أنه أنا لهذا لبنان كان جزء من عندي وكان منتدب وبدها ترجع ترجع دورة، وهي عم تشتغل بالوقت الضايع لأنه فرنسا ما بقى لها الدور الموجود بلبنان سابقا. لبنان تغير كتير عن وقت الانتداب الفرنسي عن هيدي المرحلة اللي احنا عم نعيشها اليوم. مجرد ما تطلع المملكة العربية السعودية وتقول أنا بدي أرجع أحط إيدي على الملف اللبناني، وهو طبعا يعني بعد دور المملكه العربيه السعوديه يعود لاسباب خارجيه واسباب داخليه بلبنان غير موجوده كليا، ولكن اللحظه اللي بتعلن فيها المملكه العربيه السعوديه دخولها على الخط اللبناني، لا الخط الفرنسي ولا خط غير الفرنسي بيرجع بيكون له دور بلبنان. ولكن في تنسيق بين الفرنسيين والسعوديين في هذا الموضوع، وخاصه انه نحن عم نحكي انه في عندك موضوع الايراني، فالموضوع الايراني الفرنسي قريب من الوضع الايراني بينما الامريكي لا. صحيح. فهلا هذا الشيء اللي حنشوف مين المحاور يلي هي حتكون اقوى وحيكون تاثيره على الوضع اللبناني. بالفعل يعني مساعد وزير الخارجيه الامريكيه ديفيد شينكر بالامس وفي حديث صحافي حط يعني خلينا نقول نقاط التباعد مع الفرنسويه، انه هن النظره الى حزب الله بالفرنسويه بينظروا الى حزب الله على انه منظومه او منظمه سياسيه، بينما الولايات المتحده الامريكيه تنظر له على انه حزب ارهابي. نعم. يعني هون الخلاف الجوهري بنظر لحزب الله بالموضوع اللبناني. هلا نحن كحزب الله بلبنان اللي قالوا المسؤول الفرنسي وقت اللي اجى انه هو جزء من لبنان، ما حدا فيه يلغي. هو جزء كمان من المجلس النيابي ومن المجلس النيابي ومن الحكومه السياسي. من موظفين الدوله من كذا، ولكن نحن المفروض نفرق بين سلاح حزب الله وبين حزب الله كحزب سياسي كدور، يعني نحن كدور حزب الله ودور سياسي نحن المفروض نتمسك، ما نحن بحاجه لهال كيف بدي اقول لك يعني القوه 100% وهالوجود استثماره 100%. فانا هاللبنان بكل مكوناته نحن بحاجه له، بالشيعي بالسني بالدرزي حتى نوصل لدولة طبعا مدنية ويكون غير قائمة على الأسس المذهبية والطائفية، ولكن وجود السلاح هو الخطر. يعني أنت في عندك سلاح المفروض نحن نسلمه للجيش اللبناني للدولة اللبنانية لحتى تكون الدولة اللبنانية هي السلاح الشرعي الوحيد بالبلد حتى ما نعطي ثغرة، ولكن هذا السلاح يدافع عن لبنان بوجه إسرائيل ودافع عنا بمحطات سابقة. والجيش اللبناني شو بيشتغل؟ المفروض الجيش اللبناني يكون هو السلاح الوحيد، وحزب الله لازم يدعم الجيش اللبناني. نعم. مثل ما كل الاحزاب نحن هلا عم نشوف في سلاح متفلت بالشارع اللبناني، يعني سوري بالكلمه اي محل اقتتلوا يعني مجموعتين ما بنشوف الا رصاص والاسلحه الثقيله والخفيفه، شفنا يعني بالطريق الجديده وبخلده وبخلده وبالبقاع وبحي الشراونه وبطرابلس ما بيصير. نحن المفروض نوصل انه على الاراضي اللبنانيه في سياده، في سلاح واحد هو سلاح الجيش اللبناني والقوى الأمنية. بس نوصل لهالمرحلة هيدي نحن بنكون وصلنا فعلا للبنان دولة المؤسسات دولة القانون، ما حدا فوق القانون، لأنه نحن هلأ بنشوف أنه والله أنا سلاحي، أنا هلأ حاطط سلاح معي، أنا سلاحي مقاوم وشرعي وغيري معه سلاح، هذا صار سلاح شو إرهابي. طيب ما بصير. شو التعريف أو كيف نحن بنقدر نحدد هالسلاح هل هو مقاوم ولا سلاح إرهابي؟ لا، هو الشغلة الوحيدة اللي لازم نعملها السلاح هو بإيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية. نعم، رح نكمل معك بهذا الموضوع وأيضا بتحقيقات المرفأ وبموضوع الميثاق السياسي اللي طرحه الرئيس ماكرون، ولكن بعد أن نتوقف مع فاصل إعلاني قصير ثم نتابع.
مشاهدينا عودة لاستكمال الحوار، ولكن قبل أن نتابع مع ضيفنا نعلق على هذه الصور مباشرة من مرفأ بيروت، حيث اشتعل حريق قبل قليل، والأمين العام للصليب الأحمر جورج كتاني أوضح أن الحريق ليس مفتعلا وأن الأمور تحت سيطرة الجيش اللبناني. الجيش اللبناني أيضا بدوره وعبر موقعه على تويتر أوضح أن الحريق اندلع في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وقد بدأت فورا عمليات إطفاء الحريق، وستشارك طبعا طوافات الجيش في عمليات إخماد الحريق. بدوره المدير العام لمرفأ بيروت أوضح أن الحريق حصل في السوق الحرة في مرفأ بيروت في إحدى الشركات التي تستورد الزيوت، وامتد إلى الإطارات المطاطية طبعا، وهناك دعوة إلى المواطنين لتفادي هذه المنطقة. مصدر عسكري كان قد دعا أيضا إلى عدم تسيير أي طائرات مسيرة فوق منطقة المرفأ ومحيطه، لأن طوافات الجيش اللبناني تشارك في عملية إخماد هذا الحريق. أيضا هناك بيان من محافظ بيروت المحافظ عبود، أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن المحافظ القاضي مروان عبود طلب من المواطنين عدم التوجه إلى محيط مرفأ بيروت حفاظا على سلامتهم، وأيضا لعدم إعاقة عمل رجال الأطفاء الذين يكافحون الحريق طبعا من أجل إخماده. إذن هذه الصور نشاهدها عبر الشاشة من مرفأ بيروت، هناك حريق ولكن الأمور تحت السيطرة، والجيش اللبناني عمل فورا على إخماده، ولا زالت طبعا طوافات الجيش تحاول إخماد هذا الحريق. سنعود ونتابع هذه الحلقة مع ضيفنا المحامي علي الغول. أهلا وسهلا فيك مجددا. الله يخليك، أهلا وسهلا فيك. شكرا. نحن من بعد ما شفنا هالخبر بنقول بنتمنى السلامة طبعا لكل الموجودين بمحيط المرفأ، وخاصة فرق الإنقاذ اللي بتدفع للدفاع المدني وللأطفائيات وللقوى الأمنية والجيش، لأنه نحن هول ساهرين على أمن لبنان وعلى سلامة اللبنانيين، نتمنى لهم ألف سلامة يعني. أكيد. ومن هالزاوية بنرجع نحن بنقول انه اللي صار بانفجار 4 آب هو فعلا شيء كارثي كبير، يعني من اهم واكبر الانفجارات اللي حدثت بالعالم من بعد هيروشيما. مع الأسف يعني صار في عندنا شهداء، نحن بنترحم على الشهداء اللي استشهدوا نتيجة هالإهمال وهالسوء الإدارة واللامبالاة تجاه الناس وأمن الناس وحياة الناس وكرامة الناس وعنفوانها. نعم. الناس يعني واحد يخسر أبوه بيخسر أمه يخسر ابنه يخسر بيته مؤسسته معمله، فنحن هالناس بنتوجه لهم بتحية إكبار وإجلال، وبنوقف على إيدهم ومنقول نحن منشد على إيدهم ومنقول نحن معكم بالسراء بالضراء حتى نرجع نعيش ونوصل للبنان يكون لبنان وطن نهائي لكل أبنائه، بيحترم الشعب بيأمل له كرامته. نعم. فاللي صار بانفجار 4 آب نحن بموضوع المرفأ في سوء إدارة، في نعم. إهمال، في تقصير، في رشاوة، في علاقة ضباط ومدراء، ولا تخفى على أحد أنه نحن الشيء اللي طلع على الإعلام هو اللي صار بمرفأ بيروت، ولكن ما زال كثير من المرافق اللبنانية مليئة بالفساد وبالرشاوة وبالشيء اللي صار بالمرفأ، ولكن انفجر الموضوع وبعدنا عم نشاهد الصور. أيضا قبل قليل بيان من قيادة الجيش دعا المواطنين إلى عدم التوجه إلى المنطقة وبالتالي إخلاء المنطقة المحيطة بالمرفأ تسهيلا لعمليات إخماد هذا الحريق. من خلال هذا الحريق بدنا نفوت على موضوع تحقيقات المرفأ، أكثر من شهر مضى على هذه التحقيقات، هناك العديد طبعا من الموقوفين، وأيضا هناك يعني لازالت مطالبة بتحقيق دولي. اليوم حضرتك كرجل قانون كيف تنظر إلى هذه التحقيقات بعد مرور أكثر من شهر؟ هلأ بالنسبة لموضوع التحقيقات، أول شيء نحن نتمنى أنه كل التحقيقات تبقى سرية، يعني أنا بشوف عبر بعض وسائل الإعلام بيطلع مع احترامي للإعلامي أو للمحامي أو لأي طرف يعني بيطلع بيحكي على الإعلام
انه المفروض يكون في عندك سريه التحقيقات للحفاظ يعني على سلامه هذا التحقيق. طبعا في عندنا سلام تحقيق وفي عندنا ناس مهدده امنهم وحياتهم. نعم. فنحن بنطلع بنشوف منظرين بيقول لك صار كذا وبالموضوع الفلاني صار هيك، طيب معقول؟ طيب وين نعم. وين السريه اللي موجوده بالتحقيقات؟ انا برايي انه اي ملف باي محكمه موجوده بلبنان مش بحجم المرفأ، هو بحاجه لهالزمن وهالفتره ولازم اكثر كمان، لانه انت في عندك مئات الاشخاص اللي هن عم يتم استجوابهم، ناس عم تحيلوا النيابه العامه للقاضي. فانا بعتقد انه نزاهه القاضي المسؤول عن الملف طبعا بدون ما نسمي نحن اسماء او خلص سمي، فعنده نزاهه قويه وعنده مناقبيه وشفافيه كثير عاليه مشهود له يعني بهالموضوع. فنحن عندنا ثقه كثير كبيره بالتحقيق، ولكن نحن كمان بنطالب بتحقيق دولي، لجنه تحقيق دوليه تكون مسانده للقضاء اللبناني لسبب اول شيء التدخلات السياسيه الداخليه يعني والحفاظ على شو؟ على التقنيه والتكنولوجيا الحديثه بالتحقيقات اللي عم تكون بالمجتمع الدولي. نعم. انا برايي كل حدا بيرفض لجنه تحقيق دوليه فهو عنده شيء مخبي او خايف من شيء يوصل له، لانه نحن اصلا لبنان اي حدث فيه عم يكون في عندنا تدخل دولي. نعم. وقفت على هلا الموضوع المرفأ يلي هو فعلا في خطر للبنانيين، وهي في مطالبه من كل اهالي الشهداء والجرحى وكل المفقودين انه المفروض نحن نوصل للحقيقه، المفروض نوصل لكل شخص شارك وساهم ونفذ وقصر واهمل بموضوع المرفأ انه يفوت على الحبس ويدفع. نعم. ثمن اخطائه. يبدو انه الحريق كبير، بعدنا كبير. عم نشاهد الصور، وقبل قليل ايضا التحكم المروري اعلن عن تحويل السير في المنطقه من القاعده البحريه باتجاه تقاطع برج الغزال وتقاطع جورج مؤسف حداد. مؤسف جدا بس نشوف نطلع على صوره بتحرق القلب وتدمع العين، بس نشوف لبنان عم يحترق. نعم طبعا. لبنان بلد الاخضر، لبنان بلد الحريه والسياده، لبنان حرام يصير فيه هيك. يعني نحن وصلنا لدرجه انه نحن في عنا اهمال لامن الناس وحياتهم، شوفي لوين. يعني اول شيء انسرقنا، ثاني شيء انسرقت اموالنا، ثالث شيء تدمرت المؤسسات اللي عنا. طيب معقول نوصل لمرحله حتى معيشته للانسان وحياته صارت بخطر، ما وقف يعمله يطلع محل؟ ما بيجوز. نعم. عن جد شوفي هالمنظر كثير بزعل يعني. نحن بنتمنى. نعم. السلامة للكل. المدير العام للمرفأ أيضا قال من المبكر التكهن بسبب الحريق حاليا، وأبلغني أحد الموجودين على الأرض بأن حدة النيران بدأت تخف على أمل أنه يتم السيطرة على هذا الحريق. بموضوع التحقيق الدولي، يعني اليوم ما صدر أيضا موضوع اغتيال وقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. نعم. خلت المطالبين بتحقيق دولي يعني شوي ما يتحمسوا للتحقيق الدولي، لأنه بعد انقضاء 15 سنة ما كان يعني نتائج هذا التحقيق حاسمة. يعني نحن إذا بدنا نحاول نقلل من قيمة الحكم بالمحكمة الدولية باستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري بنكون غلطانين كثير. يعني أول شيء الحكم طلع حكم مبني على أسس، على قانون، طبعا أنه هو مش كما ليس كما نحن نريد، وهذا شيء دليل انه هو كثير كان حكم شفاف وفي محكمه دوليه موجوده. نعم. فنحن وقت اللي اول شيء المحكمه الدوليه دليل انه ما كانت مسيسه. فنحن اول شيء في محكمه دوليه، المحكمه الدوليه مش من صلاحيتها تقول انه هالجهه او هالمؤسسه او هالحزب او هالتيار او هالدوله هي اللي عملت هالشيء، هذا القرار بيرجع لمجلس الامن. ونحن المحكمة الدولية حترفع تقريرها، وطبعا حيكون في عندك تداعيات لاحقة لموضوع الحكم باستشهاد الرئيس الحريري. ولكن الخطورة انه تطول شخص وهالشخص ما يتسلم للقضاء. فنحن اذا ثبتت التهمة بناء على المحكمة الدولية لا سليم عياش، المفروض نحن بنغتنم الفرصة. لكن يبدو في اتجاه لاستئناف من قبل المحامي. هذا حق قانوني. نحن بنحترم القانون. نعم. وبنحترم الأسس والدستورية والقانونية لكل هالموضوع، فبدهم يقدموا استئناف، هذا حقهم الشرعي. ونحن بنتمنى أصلا نحن كل أمنيتنا أنه ما يكون مكون لبناني داخل باغتيال رئيس وزراء لبنان
مثل رفيق الحريري اللي علم وعمر وبنى وساهم ببناء لبنان الحديث. نعم. نحن المفروض يكون المكون اللبناني غائب، نحن كنا نتمنى تكون ايادي لها علاقة بالعدو شو من كان، احسن ما يكون فريق لبناني. فانا برايي المحكمه الدوليه كانت غير مسيسه، ونفس الشيء بالنسبه للمرفأ، نحن بنطالب بلجنه تحقيق دوليه مسانده للقضاء اللبناني حتى نوصل للعداله وللحقيقه. نعم. ونحن من هالنقطه بقول لك المفروض نحن مش هدفنا الاقتصاص ولا هدفنا التجني ولا هدفنا الانتقام، نحن هدفنا الحقيقه توصل للراي العام اللبناني. كل امر سلبي او خطا صار بلبنان المفروض يكون في مسؤوليات، المفروض. نعم يكون طبعا. في عنا تحديد مسؤوليات ومحاسبة ومساءلة. نحن لو بلبنان في عنا محاسبة ومساءلة ما كنا وصلنا لهون. نعم نعم. أيضا متابعة للحريق، مصادر الدفاع المدني يتم العمل حاليا على السيطرة على الحريق الكبير في مرفأ بيروت في هذه الأثناء، يعني يبدو أن الحريق كبير وعلى أمل السيطرة عليه. قبل ما أختم هذه الحلقة اسمح لي أحكي عن موضوع كورونا تحديدا. نعم. لأنه يعني الأعداد بشكل ارتفاع مخيف. دراماتيكي، وأيضا بمنطقة طرابلس منطقتك ماتر كمان عم بيكون في أعداد كتير كبيرة. نعم. من الإصابات وما عم بيكون في الالتزام، خبرنا شوي عن المنطقة وعن تعاملها مع هذا الموضوع. هلأ للأسف أول شيء منطقتنا مثل كل مناطق لبنان تقريبا يعني فيها فقر وفيها جهل وفيها انعدام مستوى المعيشة، يعني الناس تقريبا بنسبة 70% تحت مستوى خط الفقر بحسب الدراسات الدولية والمحلية. وهذا أثر سلبا على موضوع الالتزام، لأنه اليوم إذا بدك تخيل المواطن بين لقمة العيش وبين الإصابة، يمكن المواطن عم يقول لك أنا ميت من الجوع أو ميت من الكورونا، فهيدا مشكلة كتير كبيرة وجائحة كتير خطيرة. لكن للأسف الشيء اللي أنا بضيفه بهالموضوع أنه بعد لهديت هالوقت اللي نحن عم نعيشه، بعد مرور أشهر على هالجائحة اللي اجتاحتنا مثل ما اجتاحت دول العالم، بعد في ناس مش مصدقة أنه في كورونا. بالفعل. يعني بعد هلأ بس تقضي أنت بالأساليب الوقائية إن كان من كفوف أو كمامات أو هالمواضيع هيدي، لسه في ناس بتاخذها بلا مبالاة ولا اهتمام بسخرية، أنه معقول أنت مصدق في كورونا؟ هيدي في كذبة. طيب معقول إلا واحد بس يوصل السكين لرقبته حتى يصدق؟ فأنا بقول بدعي أهلنا بطرابلس بالضنية بعكار. نعم. بالمنيا أنه قد ما فيهم ياخذوا بالإجراءات الوقائية ويلتزموا فيها، لأنه أمنهم وسلامتهم وأمننا وسلامتنا بخطر. أكيد. يعني أنا اللي بعرفه أنه إذا هالشي بيضرني لوحدي ممكن اتحملها، مع أنه ضرر النفس كل الأديان حرمته وديننا حرمه، شو حال إذا أنا بدي ضر الآخرين وعائلتك؟ إذا أنا عندي حامل مرض بدي ضر أنا ابني أو أمي بالبيت، الست الموجودة بالبيت أو والدي أو جاري، طيب ما بيجوز. فانت. نعم. اذا كنت حامل المرض بدك تنقله للناس، فهيدي جريمه طبعا، اذا ما عارفين هذا جريمه يعاقب عليها القانون. وانا برايي المفروض نحن لو عندنا حكومه حقيقيه ووزاره صحه فاعله، المفروض يكون في عندنا اجراءات تشدديه وحتى اطلاق يد القضاء بهالموضوع واعتبار جرم. نعم. يلي بيكون مصاب وما بيبلغ، يعني انا ما. نعم. انا بستغرب المرض ما نعاب. أكيد. انا اصبت بالمرض لا سمح الله او اي حدا، المفروض يقول حتى الناس اذا يتجنبوا يسلموا عليه يتجنبوا يزوروه. أكيد. حتى يكون حفاظا. نعم. على سلامه كل الناس. وانا بقول نتمنى السلامه لمناطقنا ولكل لبنان ولكل الشعب اللبناني من الكورونا من الفساد من كل هالمواضيع اللي اثرت سلبا، مع امل انه يكون في عندنا قيامه لبنان جديد على بنظام سياسي جديد يقوم على الشباب على التغيير على اللا طائفية. نعم. واللا مذهبية. بهذا الأمل نختم حلقتنا معك، وصلنا لنهايتها. شكرا لحضورك بتشكرك معنا. شكرا. مشاهدينا بعد قليل سنكون مع نشرة الأخبار، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.